بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل الحديث كما سبق في دروس من القرآن الكريم، وقد تناولنا في الدرس السابق موضوع سورة الفاتحة، ونتناول الآن آيات من أول سورة البقرة التي هي السورة الثانية في المصحف، وهي أطول سورة في القرآن. هذه السورة العظيمة تشتمل على أمور عظيمة من أمور الدين، من أصوله وفروعه، والرد على اليهود والنصارى والمشركين وسائر الملل الكفرية، وفيها عبر وعظات وآيات بينات، كما قال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذه السورة العظيمة افتتحها الله جل وعلا بالحروف المقطعة، ثلاثة حروف: ألف لام ميم، كما افتتح غيرها من السور بحروف مقطعة: ألف لام ميم. ألف حرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولام حرف، وميم حرف. هذه الحروف المقطعة في أوائل أو في بعض أوائل السور اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا ندخل في تفسيرها أو البحث عن معناها أو ما الحكمة في افتتاح السور بها. والقول الثاني أن هذه الحروف المقطعة هي إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن الكريم وجعل ألفاظه مبنية على حروف، فهو آيات وكلمات وأسماء وحروف، فهذا القرآن مركب من هذه الحروف التي ينطق بها العرب، فإن لغة العرب تدور على هذه الحروف، على الحروف الهجائية
التي هي 28 حرفا، أولها الألف وآخرها الياء. اللغة تدور على هذه الحروف، والقرآن كلام عربي، كلام عربي مبني من هذه الحروف. وأنتم تزعمون أن القرآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلام محمد، تزعمون أنه قول البشر، قول الرسول، وأنه ليس من كلام الله. أنتم يا معشر الكفار تزعمون هذا، فإن كان كذلك فمحمد بشر وعربي وأنتم بشر وعرب، والحروف أمامكم، الحروف هذه أمامكم، ائتوا بآية أو بسورة أو بعشر سور تشبه هذا القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عجزوا دل ذلك على أن القرآن ليس من كلام محمد ولا من كلام غيره من المخلوقين، وإنما هو كلام الله جل وعلا. ولذلك في الغالب أنه إذا جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن مباشرة، مثل ما معنا الآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهكذا لا تأتي حروف مقطعة في أول سورة إلا ويأتي في الغالب بعدها ذكر للقرآن وذكر للكتاب. فهذا يدل على أن هذه الحروف جاء بها من أجل التحدي، تحدي هؤلاء الذين ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، لأنه لو كان كذلك، يعني ليس كلام الله وإنما هو من كلام البشر، لكان باستطاعتكم أن تأتوا بسورة أو بآية أو بأكثر من سورة. وهذا القول هو الراجح، لأن الله لم ينزل في القرآن شيئا لا يعرف معناه، الله جل وعلا ما أنزل في القرآن شيئا لا يعرف معناه، لكن قد يعرف معناه كثير من العلماء، وقد يغمض كثير منه على بعض العلماء ولا يفهمه إلا الراسخون في العلم. الناس يتفاوتون في أفهامهم، فليس في القرآن شيء لا يعرف معناه، لا الحروف المقطعة ولا غيرها، بدليل أن الله أمر بتدبر القرآن كله. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن.
وسماه الله قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فليس في القرآن شيء لا يعرف معناه، لكن قد يعزب معناه أو يغمض معناه على بعض الناس ويتضح للبعض الآخرين من أهل العلم. ثم قال جل وعلا تلك آيات، قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك هذا اسم إشارة، اسم إشارة، واللام للبعد، فيشار بذلك إلى الشيء البعيد أو المرتفع، لأن هذا القرآن مرتفع رفيع القدر ورفيع المكانة، فيشار إليه إشارة رفيع المنزلة. ذلك، أنت إذا أشرت إلى شيء قريب تقول ذا، إذا أشرت إلى شيء بعيد تقول ذاك أو ذلك، فتأتي بما يشعر بأن المشار إليه شيء بعيد. والقرآن رفيع المعنى ورفيع المنزلة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك أشار إليه إشارة البعيد يعني الرفيع المرتفع، فليس هو ككلام البشر ولا، وإنما هو كلام لا يشبهه كلام، هو كلام رب العالمين جل وعلا. والكتاب القرآن، القرآن يسمى القرآن ويسمى الكتاب، فهو كتاب من أعظم، أو هو أعظم، هو أعظم الكتب المنزلة من السماء، كتب المنزلة من السماء كثيرة، منها ما سماه الله لنا ومنها ما لم يسم، وأعظمها هو القرآن الكريم. ثم قال جل وعلا لا ريب فيه، هذا نفي للريب عن هذا القرآن، والريب هو الشك، هو الشك، فلا شك في القرآن الكريم، لا من ناحية نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من ناحية معانيه، لا من ناحية لفظه، لا من ناحية نزوله، ولا من ناحية لفظه، ولا من ناحية معانيه، فهو كتاب يقين وعلم، كتاب يقين وعلم، لا يتطرق إليه شك ولا ريب، مبرأ من ذلك، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن لا ريب فيه، لا في نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كلام رب العالمين، ولا ريب أيضا في ألفاظه، ولا ريب في معانيه، كله حق ويقين وعلم، وإنما الشك والريب يتطرق إلى كلام البشر غير المعصومين، إلى كلام البشر غير المعصومين تطرق إلى كلامهم شيء من الشك أو من الريب لأنهم بشر، إلا من عصمه الله من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن كلامهم حق لا ريب فيه لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. والناس حول هذا القرآن أقسام، منهم
من يؤمن بلفظه ومعناه ولا يتردد فيه ولا يشك فيه، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا ريب في القرآن عندهم بأي نوع من أنواع الريب أو الشك، لا من ناحية نزوله من عند الله، ولا من ناحية ألفاظه، ولا من ناحية معانيه. القسم الثاني من يشك في لفظه ومعناه، هؤلاء هم الكفار والمشركون والمنافقون، هؤلاء لا يؤمنون لا بلفظه ولا بمعناه والعياذ بالله. القسم الثالث من يؤمن بلفظه وأنه كلام الله، لكن يشك في معناه، يشك في معانيه أو في بعض معانيه، خصوصا ما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات. فهناك الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة ومن تتلمذ عليهم من الفرق الضالة، هؤلاء عندهم شك في بعض معاني القرآن، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، يقولون إنها ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، وظاهرها يفيد الشك عندهم، فلذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون معناه ويأتون بمعان من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. فأولوا كلام الله سبحانه وتعالى، صرفوه، أولوه يعني صرفوه عن مدلوله إلى مدلول يوافق أهواءهم ويوافق مشاربهم ومذاهبهم. هذه طوائف الضلال من المنتسبين للإسلام، مع أن القرآن كما قال الله جل وعلا لا ريب فيه. ثم قال جل وعلا هدى للمتقين، هذا وصف للقرآن بأنه هدى، هدى للمتقين، هدى، والهدى تقدم لنا معناه، الهدى والهداية على معنيين، المعنى الأول الدلالة والإرشاد، فالقرآن هدى وهداية بمعنى أنه يدل ويرشد الناس إلى الطريق الصحيح، فهو هدى لجميع الناس بهذا اللفظ، بهذا المعنى، هدى لجميع الناس بهذا المعنى، أن فيه هداية ودلالة وإرشادا إلى طريق الحق. لكن من الناس من آمن به، ومنهم من قامت عليه الحجة ولم يؤمن به، ولذلك قال في أثناء السورة العظيمة، يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعله هدى للناس بمعنى أنه بيان ودلالة وإرشاد لجميع الخلق، فمن أراد الحق أخذ به، ومن عاند وخاصم قامت عليه الحجة من الله جل وعلا ولم يبق له عذر. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق، هداية التوفيق والقبول للحق، وهذه خاصة بالمتقين، ولذلك قال هنا هدى للمتقين، هذه هداية توفيق، هداية توفيق وتثبيت على الحق، فهو هدى للمتقين لأنهم هم الذين قبلوه وآمنوا به
فصار هدى لهم. فالمؤمن تجتمع فيه الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتثبيت. وأما الكافر فعنده هداية البيان فقط وهداية الدلالة فقط، وأما هداية التوفيق فليست عنده، لم يوفق لقبول الحق لأمر من الأمور كما يأتي، لأنه لم يقبل الهدى فعاقبه الله بأن حرمه منه. والمتقين، هدى للمتقين جمع متقي، جمع متقين. والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير، فالتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير وأعمال البر، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى وتقي من النار، فهي وقاية بين العبد وبين النار وبين العذاب، وذلك بفعل أوامر الله جل وعلا وترك ما نهى الله تعالى عنه. هذه هي التقوى، خوفا ورجاء، خوفا ورجاء وطمعا في ثواب الله سبحانه وتعالى، هذه هي التقوى، وهي أشرف مقامات الدين وأعلى مقامات الدين. وقد وعد الله المتقين بأنواع من الوعد الكريم في مواضع كثيرة من القرآن. هدى للمتقين، ثم ذكر صفات المتقين وقسم الناس مع هذا القرآن الذي لا ريب فيه، مع كونه لا ريب فيه فالناس وقفوا حياله ثلاثة مواقف أو ثلاثة أقسام. القسم الأول المتقون الذين قبلوه وآمنوا به وصدقوه وعملوا به. القسم الثاني الذين أنكروا القرآن لفظا ومعنى، أنكروا القرآن لفظا ومعنى، وهم الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. فالكفار كفروا بالقرآن لفظا ومعنى، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. القسم الثالث وهو أخبث من الكفار، المنافقون والعياذ بالله، الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا. فهذه أقسام الناس حيال القرآن العظيم، منهم من آمن به ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المتقون، ومنهم من رفض القرآن ظاهرا وباطنا وهم الذين كفروا. وقسم قبل القرآن ظاهرا وآمن به ظاهرا لكنه يكفر به في الباطن، وهم المنافقون. وأنزل في الصنف الأول أربع آيات، المتقين أنزل فيهم أربع آيات تتضمن معظم صفاتهم التي تميزهم عن غيرهم. وأنزل في الصنف الثاني وهم الكفار آيتين، وأنزل في الصنف الثالث وهم المنافقون 14 آية في أول هذه السورة العظيمة. أما الآيات التي في الصنف الأول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر لهم 5 صفات: الصفة الأولى أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عن الناس ولم يروه، وإنما يؤمنون به اعتمادا على الخبر الصادق. والشهادة ما يشاهده الناس، والله جل وعلا وصف نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة، يعلم الغائب ويعلم الشاهد والحاضر، لا يخفى عليه شيء. أما نحن فلا نعلم الغائب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نثبت الغيب بناء على أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. فما أخبرت به الرسل ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمنا به وإن لم نره، لا نشك في ذلك. وذلك مثل الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن به بناء على خبره سبحانه وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام، وبناء على آياته، على آياته القرآنية وآياته الكونية، هذه تدل على الله جل وعلا. وإن كنا لا نرى ربنا، لأنه لا أحد يرى الله إلا في الجنة في الآخرة، أما في الدنيا فلا أحد يرى الله، لأن البشر لا يستطيعون رؤية الله ما داموا في الدنيا. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام رؤية الله أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الصم الضخم انهار وصار ترابا لعظمة الله سبحانه وتعالى. فكيف البشر يطيق رؤية الله جل وعلا؟ وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها رؤية الله جل وعلا، ليتنعمون بذلك، وجزاء لهم على أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه يتجلى الله لهم في الآخرة فيرونه عيانا، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يتضامون في رؤيته أو لا يضامون في رؤيته، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله هو أعظم الإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالعوالم التي لا نراها، عالم الجن، عالم الملائكة، نؤمن بذلك لأن الله أخبرنا، وإن كنا لا نرى هذه الأشياء محجوبة عنا لأننا لا نستطيع رؤيتها. فالله برحمته وعلمه بضعفنا حجبها عنا في هذه الدنيا وأخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل والكتب التي لم نرها، لم نرى الرسل ولم نرى الكتب القديمة، التوراة والإنجيل، ما نرى، ما رأيناها على أصلها، وإن كان الموجود الآن يسمى توراة ويسمى إنجيل لكنه محرف ومبدل ومغير، لكن نؤمن بها، نؤمن بأن التوراة كتاب من أعظم الكتب، والإنجيل
والزبور والقرآن، القرآن بين أيدينا الحمد لله، وهو أعظم الكتب. كذلك الإيمان بالغيوب الماضية مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمم، عن آدم وإبليس، وعن الأمم السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة وقوم لوط، ما رأيناه ولكن نؤمن بأنهم كما أخبر الله جل وعلا، ونؤمن بما ذكر الله عنهم مما حل بهم، نؤمن بهذا لأن الله أخبرنا بذلك، فنحن نؤمن بذلك. وإن كان بعض الأمم التي هلكت لها آثار موجودة كثمود في بلاد الحجر، آثارهم موجودة، مساكنهم وديارهم موجودة، تشهد بصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبارهم. فما أخبر عنه الرسول من الغيوب الماضية في آخر الزمان وعند قيام الساعة نؤمن به، وإن لم نره بعد أو نموت قبل أن نراه نؤمن به ونعتقده. بناء على إيش؟ بناء على خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالبعث والنشور واليوم الآخر والجنة والنار، ما رأينا هذه الأشياء لكن هي من الغيب الذي أخبرنا عنه ربنا وأخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بذلك اعتمادا على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه صفة عظيمة، الإيمان بالغيب وعدم الشك في ذلك صفة عظيمة. أما الذين لا يؤمنون بالغيب وإنما يؤمنون بما يشاهدون فقط، ويسمون الآن بالماديين، ما يؤمنون إلا بالشيء اللي بين أيديهم، الشيء اللي بين أيديهم هذا ما فيه مزية، إنما المزية الذي يؤمن بشيء لم يره وليس بين يديه. أما الشيء اللي بين يديك ما مالك مزية تصدق فيه، ما تستطيع تكذب، موجود. هؤلاء يسمون الماديين. وكذلك العقلانيين الذين يعتمدون على عقولهم، فما وافق عقولهم أثبتوه، وما خالف عقولهم إما أن يكذبوه ويقولون هذا خبر آحاد أو ما أشبه ذلك من الأقاويل الباطلة، وإما أن إذا لم يستطيعوا أن يكذبوه حرفوه وأولوه عن معناه. هذا عند العقلانيين، وهم طائفة من المثقفين اليوم ينتسبون إلى الإسلام لكن لا يؤمنون بالغيب، ويحرفون كلام الله وكلام رسوله بما يوافق أهواءهم، ينكرون أشياء كثيرة من أمور الغيب التي لأنها لا تنطبق على عقولهم ولا تدركها عقولهم. يقولون هذا غير معقول، يقولون هذا الشيء غير معقول، فيجعلون عقولهم هي المقياس. نحن نقول لا، نحن نؤمن بما جاء عن الله وجاء عن رسوله، وأما العقول فإنها لا تدرك كل شيء، العقول لا تدرك كل شيء، قل ضعيفة. فنحن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه، اعتمادا على خبر الصادق. هذا هو الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، هذه الصفة الأولى.
قدمها الله جل وعلا لأهميته، لأنها تدل على صدق الإيمان، كونك تؤمن بشيء لم تره وتتيقنه هذا دليل على صدق الإيمان بالله وبرسوله. ولهذا جاء في الحديث ما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليتنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواننا قوم يأتون في آخر الزمان يقرؤون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنون بذلك ويصدقوه. هؤلاء هم إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بشيء لم يشاهدوه ولم يعايشوه، وإنما آمنوا به اعتمادا على كتاب الله وسنة رسوله، ولم يخالجهم في ذلك شك، أو في رواية أنهم يجدون كتابا بين دفتين يعني القرآن فيؤمنون به. هؤلاء لهم مزية عظيمة. الصفة الثانية: ويقيمون الصلاة. ما يكفي الإيمان بالغيب، لابد من العمل، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يكفي الإيمان بالقلب أو التصديق بالقلب، ما يكفيها، لا بد من العمل، ولا بد من النطق أيضا، يعني تتكلم بلسانك، تنطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، قول باللسان واعتقاد بالقلب يوافق القلب على ما ينطق به اللسان. ما ينطق بلسانه بشيء لا يعتقده قلبه فيكون من المنافقين، لا. وعمل بالجوارح، ما يكفي الإيمان باللسان والقلب فقط، بل لا بد من العمل. ولهذا قال: ويقيمون الصلاة، لأن الصلاة عمل، عمل من أعمال الجوارح، وهي من الإيمان. كل الأعمال الصالحة من الإيمان، داخلة في الإيمان. يقيمون الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. يقيمون الصلاة، ما معنى يقيم؟ لم يقل يصلون، لأن العبرة ليست بصورة الصلاة، وإنما العبرة بإقامة الصلاة، إقامتها في الظاهر وإقامتها في الباطن. قامتها في الظاهر أن تأتي بها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس فيها ابتداع وليس فيها إحداث، وإنما تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إقامتها في الظاهر، إقامتها في الباطن بالخشوع وحضور القلب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود من الصلاة إيجاد صورتها فقط، وإنما المقصود إقامتها ظاهرا وباطنا، وهذا يدل على أهمية الصلاة، لأنها جاءت بعد الإيمان بالغيب مباشرة. هذه الصلاة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
فالصلاة هي عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، كما لا يقوم البيت إلا أو لا تقوم الخيمة إلا على عمود. فالذي لا يصلي ليس عنده إسلام وليس عنده دين. فإن كان يرى أن الصلاة ليست واجبة وإنما هي مستحبة أو هي عمل خير، لكن ما هي واجبة، ما هي واجبة، يقول ما الدين ما هو بالصلاة، الدين في القلب والدين المعاملة، والصلاة إن جاءت فيه طيبة وما جاءت ما هي بلازمة، يقول هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأن وجوب الصلاة واجب من واجبات الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إن كان يعترف بوجوبها لكنه تركها تكاسلا فهذا أيضا كافر على أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قل عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا واضح في أن الذي لا يصلي فإنه يدخل في الشرك ويدخل في الكفر. وهنا يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لم يقل يصدقون بوجوب الصلاة، ما قال هذا سبحانه، قال يقيمون الصلاة، فدل على أن المدار على أداء الصلاة، أما مجرد اعتقاد وجوبها فهذا لا يكفي. الله علق الفلاح على إقام الصلاة ولم يعلقه على الإقرار بها فقط، هذا دليل واضح على أن تارك الصلاة متعمدا يعتبر كافرا الكفر المخرج من الملة، وإن كان يؤمن بالغيب، وإن كان يؤمن بالغيب يقيمون الصلاة. صفة ثالثة الزكاة، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وذلك في قوله ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم يعني أعطيناهم من المال، ينفقون النفقة الإخراج، الإخراج من النافقة وهي المخرج، ونفقة الدابة يعني ماتت خرجت روحها نفقت، ونافق فلان يعني خرج من الإيمان، فالنفقة مأخوذة من النفق وهو الخروج، النفق في الأرض وهو المخرج، وهو المخرج. فالإنسان عندما يتصدق بالمال أو عندما يخرج المال من ملكيته يكون قد أنفقه، قد أنفقه، فإن كان أنفقه في طاعة الله فهو عبادة يوجر عليها، وإن كان أنفقه في معصية الله فإنه يحاسب على ذلك يوم القيامة، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقوله ومما رزقناهم ينفقون لم يبين نوع النفقة،
لتعم، لأجل أن تعم جميع النفقات، إنفاق الإنسان على نفسه وكفافه عن الناس، إنفاقه على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه وعلى أقاربه، هذا يدخل في مما رزقناهم ينفقون، النفقة الواجبة. والنفقة المستحبة كالصدقات والتبرعات ووجوه الإحسان إلى المحتاجين، يدخل في قوله ينفقون النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. فإنفاق المال مع أن المال محبوب إلى النفوس، إنفاقه طاعة لله دليل على الإيمان. إذا أخرجت الشيء الغالي على نفسك طاعة لله فهذا دليل على صدق الإيمان. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم يطعمون الطعام على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال ليس البر، وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما الشيء اللي أنت زاهد فيه ولا تبيه، ثوب تبي تلوفه ولا طعام خربان ولا فاكهة خربان تعطيها للناس، هذه ما لها فايدة. إنما الشيء الثمين والشيء الذي له قيمة والشيء أيضا الذي أنت محتاج له تؤثر على نفسك، كما وصف الله الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا دليل الإيمان. ومما رزقناهم، ولاحظوا قوله تعالى مما رزقناهم، هذا من كمال فضله سبحانه، المال له وهو الذي رزقنا هذا الشيء، وإذا أنفقناه أخلفه لنا وآجرنا عليه مع أنه منه سبحانه وتعالى. ما رزقناهم فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الثالثة. الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن والسنة، لأن السنة مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة هذا لا يؤمن بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أنزل إليك يشمل القرآن ويشمل السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما أنزل على الأنبياء من الكتب السابقة، لأنها كلها من عند الله فيجب الإيمان بها جميعا. فمن آمن ببعضها وكفر ببعضها كان كافرا بالجميع، ولا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. صفة اليهود، اليهود لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم، نؤمن بما أنزل علينا فلا يؤمنون. وكذلك النصارى لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم ولا يؤمنون بالقرآن، دل على أن إيمانهم تبع لهواهم، تبع لهواهم فقط، ليس الإيمان الرباني المطلوب الذي هو الانقياد والاستسلام لله جل وعلا. فهم يؤمنون بالكتب إلا القرآن يكفرون به، فهؤلاء كافرون بالجميع، كافرون بالتوراة التي يزعمون أنهم آمنوا بها،
لأن من كفر بالقرآن كفر بالتوراة وكفر بالإنجيل وكفر بالزبور وكفر بجميع الكتب، لأن من آمن ببعض وكفر بالبعض فهو كافر بالجميع. فاليهود والنصارى يكفرون بالقرآن، أن اليهود يكفرون أيضا بالإنجيل، لا يؤمنون بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، هذا اليهود. النصارى يكفرون بالقرآن، كلهم كفرة، لا يؤمنون بكتبهم، لأن كتبهم تخبر عن القرآن وتصف الرسول والقرآن، فهم جحدوا هذا والعياذ بالله. والقرآن مصدق أيضا لما في كتبهم وشاهد لها، فدل على أن إيمانهم يتبع هواهم فقط. والمؤمن الصحيح يؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأنه كله من عند الله عز وجل. وقيل إن الآية نزلت في من آمن من أهل من اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه والنجاشي ومن آمن من اليهود والنصارى، فإن لهم ميزة لأنهم آمنوا بالكتابين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم كفلين من رحمته. فالذي آمن بالكتب السابقة وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وآمن، فإن له أجرين، أجر الإيمان بالكتب السابقة وأجر الإيمان بالقرآن العظيم، مثل ما حصل لعبد الله بن سلام وما حصل للنجاشي ولغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب، سلمان الفارسي رضي الله عنه. والذين يؤمنون، والظاهر أن الآية عامة، الآية عامة، ولكن لا شك أن هؤلاء لهم ميزة، الذين آمنوا بالكتب السابقة وأدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وآمنوا بالقرآن، لا شك أن لهم مزية. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم قال الصفة الخامسة وبالآخرة هم يوقنون. طيب، أليس الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالغيب؟ في قوله يؤمنون بالغيب، بلى. لماذا أعاد مرة ثانية؟ لأهميته، لأن هذا من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يدل على الأهمية للخاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يدل على أهمية الصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال داخلين في الملائكة؟ بلى، لكن أعادهما وعطفهما للاهتمام بشأن هذين الملكين العظيمين، لأن اليهود يكفرون بجبريل ويعادونه ويقولون عدونا. إن جبريل، لو أن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم غير جبريل آمنا به، لكن جبريل عدو لنا ما نقبل. هذا من تعسفاتهم. قال الله جل وعلا من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
الحاصل أن عطف الخاص على العام يدل على أهمية ذلك الخاص، لأنه يكون ذكره مرتين، مرة مع العام ومرة منفردا. ينطبق على ما معنا الآن: وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة الإيمان بها داخل في الإيمان بالغيب، فهي مذكورة مع الإيمان بالغيب، ثم ذكرت بمفردها في الختام، مما يدل على أهمية الإيمان بالآخرة. الآخرة ما هي؟ الآخرة ما بعد الدنيا، سميت بالآخرة لأنها بعد الدنيا. اليوم الآخر، اليوم الأول الدنيا، واليوم الآخر يوم القيامة. الآخرة والآخر ما بعد الموت، ما بعد الدنيا. هذا الآخرة واليوم الآخر، وذلك من البعث والنشور والحشر والميزان وصحائف الأعمال والصراط، المرور على الصراط، والجنة والنار، وكل ما يكون في الآخرة. هذا من علم الغيب نؤمن به. ثم أيضا لماذا ذكره الله على حدة؟ من أجل الاستعداد له، من أجل الاستعداد له، لأن من آمن باليوم الآخر وصدق به فإنه يستعد له. أما من نسي اليوم الآخر وغفل عنه أو لم يؤمن به أصلا فهذا لا ينتبه له، ويأتيه الموت على غرة وهو على هذه الحالة والعياذ بالله، غير مستعد وغير متهيئ لهذا اليوم. فالله من رحمته بنا نبهنا على هذا اليوم العظيم لنستعد له. فالذي يقول إنه يؤمن باليوم الآخر لكنه ما يعد له أعمال، هذا دليل على أنه كاذب في إيمانه، ولا أنه مخبل، ولا أنه مخبل أو ناقص العقل أو ناقص الإيمان، لا يخلو. إما أنه ليس عنده إيمان أصلا، وإما أن عنده إيمان ناقص، أو أنه مخبل العقل، عقله في خلل. أما الإنسان العاقل المؤمن الذي يعلم أن هناك بعثا وحسابا وعرضا على الله وجنة ونارا وميزان أعمال وصحائف تطير بالأيمان أو بالشمائل، وهناك جنة ونارا، الذي يؤمن بهذا يستعد ويكون دائما على باله، لا يغفل عنه أبدا، دائما الآخرة بين عينيه يفكر فيها ويستعد لها ويخاف ويرجو، ما هو يخاف فقط، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالآخرة هم يوقنون. ثم ذكر جزاءهم فقال: أولئك على هدى من ربهم. أولئك أي من هذه صفاتهم على هدى من ربهم، يسيرون على هدى، على طريق واضح صحيح، صراط مستقيم، هذا هو الهدى، على هدى من ربهم في الدنيا، يسيرون على صراط مستقيم. ولذلك قال على هدى، على، وعلى للاستعلاء، أي أنهم يسيرون على طريق، على طريق صحيح متجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يميل يمنة ولا يسر، على هدى من ربهم في كل ما يأتون وما يذرون، لا يأتون شيئا إلا على هدى، ولا يتركون شيئا إلا على هدى، فهم دائما يتصرفون على حسب الهدى
الذي هداهم الله جل وعلا به على هدى من ربهم. وأولئك عظم من شأنهم، هذا لتعظيم شأنهم، كثرة الإشارات إليهم، وأولئك هم المفلحون. المفلحون، الفلاح هو الفوز والنجاح والظفر بالمقصود، هذا هو الفلاح. وبضده الخسار، ضد الفلاح الخسار والهلاك والعياذ بالله. فحصر الفلاح في هؤلاء هم المفلحون، هذا حصر، أي لا أحد غيرهم ينال هذا الفلاح. فمن لم يتصف بصفاتهم لم يحصل على هذا الفلاح. من أراد منكم يا عباد الله أن يكون مع المفلحين فليتصف بهذه الصفات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بجميع الكتب وبجميع الرسل وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالبعث والنشور والجزاء والحساب. فمن اتصف بهذه الصفات فهو المفلح، ومن خسر هذه الصفات في الدنيا فإنه يكون خاسرا في الآخرة، ليس من المفلحين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسارة، صار ضد الفلاح الخسارة. وأولئك هم المفلحون. هذه صفات الصنف الأول، الذين آمنوا بالقرآن بالكتاب ظاهرا وباطنا، هذه صفاتهم وهذه عاقبتهم عند الله وجزاؤهم عند الله. انتقل إلى الصنف الثاني، وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، لما سمعوه كفروا به وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، صرحوا أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن.